اليكس قول لنا بقى، طبعا احنا شايفين على السكرين شعرها طويل جدا لحد ظهرها، قول لي بقى انت عملت لها ايه؟ ساره تدوري كده عشان الناس تشوف شعرك ازاي. صح، ساره كان شعرها كتير طويل فما قدرنا نعمل كلر عشان شعرها اوريدي كان مدمر مجهد كتير. فانا طلعت فيها بدي اعمل لها نيو لوك وما قادر اعمل كلر بشعرها، قادر قص ايه قصيت لها. انا شفت هيدي القصه تعطيها دلع اكثر لساره من الشعر الطويل، ولازم اعمل لها كلر ثاني ولو ما قادر انا استعمل الوان بشعرها كثير باودر مثلا. فانا وحدت شوي الالوان اللي بشعرها لساره ولجأت للهير اكستنشن دبل فيس اللي هو البلوند، اللي هو البلوند اللي هيدا نحن اللون ما قادرين نوصل لهيدا اكستنشن. لا اوكي، نحن ما قادرين نوصل بشعرها لساره ولا اي درجه تفتيح. اوكي، فلجأنا للاكستنشن وغيرنا لللوك. يعني بكم خصله اكستنشن بسيطه نحن ممكن نغير اللوك تبعنا من دون ما نحط باودر او صبغه على شعرنا اذا كان شعرنا ما بيحمل. طب قولي ليه اخترت لها قصه قصير من ورا واطول من قدام؟ دلع يعني ولا ده يعني ليه ما خليتوش كاريه مثلا؟ هلا هي بعد هيدي القصه موضه وانا شفت انه دلع لها اكثر، بيلبق لها هيدا الشيء، بيلبق لها يكون قصير من ورا بس فيه شوي طول من قدام، ما يكون كتير طويل. وفيها بس بدها كمان تغير لوك ثاني اللي قدام تقصهم. اوكي، وحتى نحن فينا نعمل لوك ثالث نخلي ميلك كات نفس الكاريه اللي ورا وحده طويله. ما بنحبش نقص شعرنا، بنتحايل فينا نعمل اشياء كتير فكده خطوه كويسه المره اللي جايه. بالعافيه اللي خلتني انا عارفه، والله عارفه.